التعاون الشوط الثاني نزل اول ربع ساعه احرج الهلال، استحوذ على الكوره وجاب جون واتلغى وبدا يمسك الكوره. الراجل راح عامل ايه مدرب الهلال خيسوس؟ راح غير ليوناردو بنصر الدوسري، رجع تاني مسك الملعب وتحرك واستحوذ مع اول طبعا غلطه من مايلسون. انت راجل جون مش محتاج تطلع على الكوره، اه ممكن تطلع على الكوره لما تكون الكوره فاضيه يعني ما فيش حد قدامك فتطلع ضرب بوكس، لكن انت قدامك اثنين مدافعين واثنين مدافعين هيطلعوا الكوره بكل سهوله. انت بتدي الـ يعني هو الهلال قاعد بيلعب على اخطاء فرقه التعاون. جات له الكره الجون الثاني، عرف احرز الجون الثاني، خلاص المباراه انتهت. رغم خلي بالك يا ابو نوره الفرق بين الاثنين في الاستحواذ 5 بس 5% يعني الـ الهلال 55 التعاون 45، لكن بقى تعال اقول لك الفرق ايه. 7 تسديدات على المرمى للهلال، 2 تسديدتين على التعاون. هو ده الفرق، اللي انت بتعرف تخلق فرص بالاستحواذ بتاعك تعمل فرص، لكن في التعاون اه بيلعب كره حلوه وشكلها جميل وكل حاجه وفي ضغط وكل حاجه، لكن في الاخر مش عارف توصل جوه منطقه الجزاء. فهي دي النقطه اللي فرقت بين الاثنين من وجهه نظري. فانت في الاخر بعد جبت الجون خلاص بقى عملت، حتى ما عملتش يعني برضه شايف ان الهلال ما عملتش روتيشن كبير، كلها في الدقيقه 85 في الدقيقه 90، لكن في الاخر المدرب الشاطر اللي بيفكر في المباراه بتاعت النهارده بس، اخلص اكسب امشي ابعد شويه عن الاتحاد، ابعد عن النص، احط رجلي على الصداره، بعد كده افكر في بعد كده اعمل ايه في المباراه اللي بعديها.